هذا هو البرنامج الذي يكشف الحياة السرية للأشياء من حولنا. ستكتشفون حقائق مفاجئة ستجعلكم تقولون لم أكن أعرف هذا. تعرفوا بريتشارد أمبروز وجوني فيليبس، وهما عالمان صناعيان لا يمانعان القيام بأي شيء لإثبات الحقائق. لا، انضموا إليهما للعثور على الأمور المذهلة في الأشياء العادية. حلقتنا تدور حول الكهرباء. هل يمكنك توليد برق في مختبر؟ وما هو العازل الصناعي الأفضل؟ وكيف سيستعيد الشابان أجرة ركن سيارتهما؟ وهل سيصل جوني إلى رقم قياسي في طي الورق؟ لا، لا يمكنك إقحامها. لا يمكن إنكار أن الكهرباء موجودة في كل مكان حولنا، وقد تكون في سلك كهذا، أو يمكنها أن تكون كهرباء ساكنة. حتى إن بإمكانهما فني الماء، وهذا بسبب الإلكترون، وهو سهل الصنع. هذا بالون في حالته الطبيعية، أي معتدل. إذا فركته بقوة بصدر ريتشارد، ستمر الإلكترونات من المادة الموجودة في السترة إلى البالون، ولأن الإلكترونات مشحونة سلبياً، سيشحن البالون بشحنة سلبية والسترة بشحنة إيجابية. وبحصولك على شرارة من البالون، فهذا نقل للإلكترونات يعرف باسم الكهرباء. كما ينفر البالون السلبي الشحنة من الإلكترونات الموجودة في الماء، لكنه يجذب الجزيئات الإيجابية بحيث ينحني الماء. هذا رائع جدا. يشعر جوني بالكهرباء الساكنة التي تولدت من مولد فاندر غراف تحت مراقبة خبير الجهد العالي جيفري روبرتسون. جوني، شعرك ينتصب، انظر. أوه، هذا مضحك. هل تشعر بشيء؟ أجل، أشعر بقليل من الدغدغة. ما بك؟ لن ألمسك. هل سأصاب بصدمة إن نزعت يدي؟ لا، لأنه تيار منخفض. الجهد عال لكن التيار منخفض. صحيح. كم فولتا لدينا هنا؟ نحو 200,000 فولت. جميعنا نعاني من صدمات الكهرباء الساكنة، إذن كيف نتجنبها؟ بألا تمشي على الأرض. إن احتكاك الحذاء بالسجادة يملأها بشحنة كهربائية، والنعل الجلدي أقل إمكانية للشحن، أما المصنوع من المطاط أو البلاستيك فمن الممكن أن يحدث صدمة. ما الطريقة لنتجنب الألم؟ استخدم عقد أصابعك لأنها أقل حساسية. فكرة رائعة. شكرا. صوته قوي. بعد قليل سيكشف ريتشارد وجوني محتويات محطة توليد الكهرباء. مرحبا. وماذا سيحدث إن واجها ضربة برق حقيقية؟ الصبيان وألعابهم. نعم، لكن إن كان هذا واقعيا فهو يستدعي عقوبة شديدة على مواقع البناء في العالم. بالفعل كلامك صحيح، وهكذا يتم اختبارها. إن صادفت حفارة صفراء فستفكر في جي سي بي. لقد باعوا مئات الآلاف منها في جميع أنحاء العالم، وكل نموذج يخضع لتدقيق شديد قبل مغادرة المصنع. هذا الاختبار يصل إلى 350 تحديا مختلفا ومتكررا. للتأكد من أن الآلة تعمل بشكل صحيح، نشغلها لنحو 80 دقيقة ونفحص كل وظيفة هيدروليكية على الآلة. وهنا ترون الحفارة تعمل للتأكد من أن الوظائف كلها تعمل بشكل جيد. يصل ضغط الهيدروليك إلى 3300 رطل في كل بوصة مربعة. زيت الهيدروليك مثل الدم في جسمك، يتم ضخه بوساطة جزء من الآلة يشبه القلب عند الإنسان، والنظافة أساسية جدا من أجل التشغيل الصحيح.
ولتكون الآلة موثوقة قدر الإمكان. ولا يمكن القبول بتبلل السائق، لذا يتم إغراق السيارة لخمس دقائق بخمسمائة لتر من الماء للتأكد من عدم التسريب. نجرب ما يمكن أن يحدث في أسوأ الظروف الجوية كمطر الرياح الموسمية في المحيط الهادئ في آسيا. إذن هل يجب اختبار الحفارات لتقاوم الرياح الموسمية؟ الثبات هام جدا للآليات التي تحمل أوزانا ثقيلة، وخاصة عندما ترفع الوزن عاليا. تختبر طاولة الميلان إن كان هذا النموذج يستطيع رفع أكثر من 3 أطنان إلى ارتفاع 12 مترا دون أن ينقلب. أخيرا ولمدة 40 دقيقة يتفقد كل شيء من الزيت إلى الطلاء، فإن حصلت على بطاقة خضراء فهي صالحة. أحب هذا الجزء من البرنامج لأننا نتمكن من أن نقطع الأشياء ونفتحها لنعرف ما في داخلها. تحدينا هذا الأسبوع هو تشريح مصدر إزعاج سائقي السيارات داخل المدن، عداد ركن السيارة. إنه ثقيل. تم تركيب عداد ركن السيارة التقليدي الذي يعمل على العملة المعدنية في أمريكا عام 35، وكان المؤقت هو ساعة، أما اليوم فقد أصبح إلكترونياً، لكن التصميم لم يتغير كثيراً رغم ارتفاع الأجور. يقدر أنه يوجد 4000 عداد منها في المملكة المتحدة، وسيتم استبدالها بالعدادات الحديثة. هاي! إنه عالي التقنية. تميز الدارة الإلكترونية النقود وتعرض مدة الركن المتبقية. هل تلعبنا به؟ نعم، هيا نخربه تماماً. جوني، هذا هو مكان المال. هيا. هذه العلبة الخارجية فيها قفل قوي، وهناك قفل أمني لحجيرة المال، ويمكن تبديلها بدون خسارة قطع العملة. هذه لي، هذه لي. مد يدك، خذها. هاي، ها هي ذي. جنيها واحد. مزيد من الطحن قريبا جدا. بعد قليل البرق والرعد بأسلوب ريتشارد وجوني، حيث سيصبح الوضع خطيرا. وأيضا كم مرة يمكن لهذه الورقة الكبيرة جدا أن تطوى؟ ابقوا معنا. ينفق كل منزل في المملكة المتحدة نحو 400 جنيه على الكهرباء كل سنة، وللحصول على كل هذه الطاقة من أجل ملايين المنازل والمكاتب والمصانع تقام المشاريع الصناعية بمليارات الجنيهات. هذا كثير. انظر هناك، ديتكوت، واحدة من محطات توليد الطاقة البريطانية. هذا المكان شاسع. مساحة هذا الموقع 150 هكتارا، وتوجد محطتا توليد طاقة، ديتكوت A و B، إنهما ثاني أكبر جزيرة توليد طاقة. تنتجان معا 3300 ميجا وات، ما يكفي من الكهرباء لمليون منزل. أيمكننا الذهاب إلى الطابق الأرضي؟ نعم، لا بأس بهذا. ممتاز. من فضلك، بسرعة كبيرة، أنا خائف. ديتكوت A هي الكبيرة هنا، وتغذيها هذه المواد. نحو 4 ملايين طن من الفحم المطحون كل سنة. لكننا نعرف جميعا أن هذا الفحم لن يدوم، لذا يحاولون استخدام وقود يمكن تجديده. إنه يشبه الشوكولا، ما هو برأيك؟ له ملمس مطاطي أيضا. هذا النوع من الجوز من غرب أفريقيا مع مصادرنا التي يمكن تجديدها مثل لب النخيل ورقائق الخشب، تمزج مع الفحم وتحرق لصنع الكهرباء. تستخدم 3% من الكهرباء المولدة لتشغيل هذه المحطة، وهذه الحجيرات الأربع تقود كامل نظام التبريد، وكل واحدة تضخ 1,000,000 لتر في الدقيقة. هذا مذهل. الهدف من البرج هو تبريد الماء الذي يستخدم لتكثيف البخار من العنفات البخارية. شكل البرج العريض في الأسفل والضيق في الأعلى يولد تياراً مرتفعاً جداً. هذا كل شيء، إنه خواء. إنه حمام ضخم يقطر الماء على الهواء الذي يرتفع لتبريده، لكن كل ما يخرج هو بخار الماء. هذا صحيح تماماً.
وفي أي درجة يبرد الماء؟ من 9 إلى 10 درجات. قد تكون هذه من أهم المعدات الموجودة في الموقع فيما يتعلق بتحسين الفعالية الحرارية للمكان. مرحبا. كم مرة يمكنك طي قطعة ورق لنصفين؟ إنه سؤال بسيط، لكنه كان موضوع كثير من المناظرات. هذه قطعة ورق عادية 4A. لنرى 1، 2، 3، 4، 5، وتقريبا 6. فتظنون أنه كلما كانت الورقة كبيرة ستطوى إلى نصفين مرات أكثر. لنرى 1، 2، 3، 4، 5، وهذه 6 و 7. هذا أكثر من قطعة 4A. النظرية صحيحة. عام 2005 تمكنت الأمريكية بريتني جاليفان من طي ورقة لنصفين 12 مرة بشكل مذهل. لست من يجرب سرقة الأضواء من عبقرية رياضية شابة، لكنها استخدمت قطعة طويلة ورفيعة وكان طولها 1200 متر. لكنني أريد أن أرى إن كان من الممكن القيام بهذا بقطعة ورق مربعة. لذا قررت أن أصنع قطعتي الخاصة من الورق من نوع من المواد المستخدمة من أجل النسخ الضوئي والطباعة. أريد أن أرى كم مرة أستطيع طيها إلى نصفين بالثانية 90 درجة كل طية. هذا ما أسميه قطعة ورق. إنها كبيرة، نحو 400 متر مربع تقريبا، وتزن نحو 40 كيلوغراما. لأن وزن الورق كبير فإن طي هذه الورقة سيكون صعبا. إنها ثقيلة ويجب أن أحركها بلطف شديد وإلا ستتمزق. هذه مرة. الورق مصنوع من عجينة الخشب، والألياف في العجينة هي ما تجعله قويا. مرتان، وهذه المرة الثالثة. كل مرة تطوي فيها الورقة إلى نصفين تتضاعف سماكتها وينقص عرضها إلى النصف. لهذا سأستخدم أسطوانة حديقة مليئة بالماء لمساعدتي على تسوية الأطراف. نظريا إن تمكنت من طي الورقة 17 مرة ستصبح بطول منزل من طابقين. إن طويتها 30 مرة ستصل إلى الحدود الخارجية من غلاف الأرض الجوي، و50 مرة ستصل إلى الشمس. المرة الثامنة. التاسعة. العاشرة. هذا كل شيء. يبدو أن الحجم هام حقا فيما يتعلق بطي الأوراق. ماذا تفعل؟ أصنع قاربا. أتمنى أن تكون سفينة. يفترض بك أن تطلي هذه القطع قبل لصقها معا. إنها سفينة حربية. اتجاه المدفع خطأ، ستصيب القبطان. لما لا تصمت وسأريك كيف يتم صنع القوارب. هنا يبدأ العمل في صنع يخوت المحيطات 46 RS. يصنعون أولا الهيكل والسطح،
تستخدم قوالب من الزجاج الليفي المقسى وتطلى بطبقة من الشمع قبل وضع الزجاج الليفي. إنه يعطي غطاء قاسيا صلبا يزن 3 أطنان، وما إن يتم تحريرها من القوالب حتى يبدأ التجهيز، وهو يتضمن تركيب سطوح من خشب الصاج ومحركات. هل كنتم تعرفون أن كلمة يخت مشتقة من الكلمة الهولندية التي تعني الصيد؟ يبدأ جزء آخر من المصنع العمل في النجارة الداخلية المعقدة، وبالإجمال يحتوي كل يخت منها على 2.5 طن من الخشب، يتم صنعها يدوياً بالطريقة التقليدية إضافة إلى آلات تسليم ممتازة. أتشعرون برغبة في طلب يخت كهذا؟ هناك لائحة انتظار لسنتين والثمن 400,000 جنيه. بعد الانتهاء من أعمال النجارة يتم إضافتها إلى الهيكل، حيث توضع تجهيزات أخرى كعجلة التوجيه، وتركب خزانات الماء والوقود والسخانات والبطاريات وبعض من ضرورات الحياة الأكثر أساسية، ثم يتم وصل السطح بالهيكل وتوضع الكهربائيات النهائية. ومع انتهاء أعمال التجميل يصبح القارب جاهزاً للإبحار. بنية الكهرباء التحتية في بريطانيا ضخمة، هناك أكثر من 800,000 كيلومتر من الأسلاك المرتفعة والأسلاك ما تحت الأرضية، ما يكفي لإحاطة المدار 20 مرة، لكن إحصاءات الأشياء الكهربائية ليست كبيرة. الرقاقة المجهرية ليست مجرد موصل، إنها شبكة معقدة من الوصلات تتألف من 60 مليون ترانزستور. إن وضعتم كل هذه الوصلات الكهربائية الموجودة في هذه الرقاقة على شكل صف متصل، ستمتد إلى مسافة 140 مترا. وكذلك الحجم، هذه هي الوصلات الصغرى في الرقاقة، سماكتها جزء من 1000 من المليمتر، وهي تصل للترانزستورات التي تعمل كفاصمات تشغيل وتوقيف إلكترونية. ما الذي تفعله حقا؟ تشغل هذه الرقاقة شاشة عالية النقاء بدقة 2 مليون بكسل على الشاشة، والتي يجب تحديثها بمعلومات الألوان والوضوح، وهذا يصل إلى نحو 4 مليارات عملية كل ثانية، ويجب القيام بها للمحافظة على الصورة على الشاشة. 4 مليارات؟ هذا الشيء الصغير يفعل كل هذا؟ إنها متوفرة. هل يمكنني وضعها في رأسي؟ كانت تلك كهرباء على نطاق صغير، لكن هذا أكبر بكثير. يوجد على برج مانشستر أكبر مجموعة من اللوحات الشمسية العمودية في أوروبا. أنا الآن في الطابق 25 من برج الخدمة الذي يصل طوله إلى 120 مترا، والمغطى 7,000 لوح شمسي. إنها تولد الكهرباء من بناء CIS الرئيسي، وقد بدأت بتوليد الكهرباء في أيار عام 2006. إذن ما هي نسبة احتياجات البناء التي توفرها هذه اللوحات؟ تزود 6 طوابق بالطاقة، والبناء مؤلف من 25 طابقا فيه 3,000 موظف. وما الميزات البيئية؟ توفر 78 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون كل سنة. كيف تعمل هذه اللوحات؟ اللوحات الموجودة في الأمام مصنوعة من كثير من الخلايا الكهربائية الضوئية، وهذه الخلايا مصنوعة من طبقات من السيليكون، وعندما يصيب ضوء النهار هذه الطبقات تشحن واحدة بشحنة إيجابية وواحدة بشحنة سلبية، وبسقوط الضوء على الطبقتين تتدفق الكهرباء. رائع. رائع جدا. حتى في الغسق تولد اللوحات الشمسية 12 كيلو واطا و14 كيلو واط من الطاقة. قد لا يبدو كثيرا، لكن خلال سنة تولد ما يكفي من الكهرباء لغلي الماء ل9 ملايين كأس من الشاي. سأضع الغلاية. أريد حليبا من فضلك. لكن هناك موقع كهربائي كبير يتفوق حتى على هذا. هذا المختبر من أكبر مختبرات الأبحاث الهندسية عالية الجهد في أوروبا. مركز الشبكة القومية في جامعة مانشستر يصل بعناصر الكهرباء إلى حد التطرف، والعزل هو أحد أهم مجالات الأبحاث هنا باستخدام وحوش كهذه. إنه يدعى مولد النبض، ويمكن شحنه حتى 2 مليون فولت. إنه يولد برقا في مختبر.
سيولد المولد برقا وسيكسر فجوة الهواء من هنا إلى هنا. هيا يا جوني، علينا الخروج من هنا. حسنا. سيصل التيار إلى 300 أمبير. ابدأوا عملية شحن الآن. ضربة البرق المقلدة هذه قد تقتل شخصا. تجعلك تقفز؟ أحيانا تجعلني أقفز. أوه، هذا إنذار. أوه يا إلهي، انفجار. أوه إنه رائع. مرة ثانية؟ أجل، اضغط الزر. أوه جميل جدا، انظر كيف تلتف. هذا ما يحدث مصورا على كاميرا عالية السرعة، حيث يدوم البرق في جزء من 100 من الثانية. الهواء بين الإلكترودات يصبح مشردا إلى درجة أن الهواء يصبح ناقلا جيدا، وهذا يسمح بتطور قوس يمر بين الإلكترودين، وهنا نرى الوميض القوي. قد تظنون أن هذا قوي، لكن البرق الحقيقي أقوى بمئتي مرة. وللتأكد من أن طاقة جنونية كهذه لا تذهب إلى حيث يجب ألا تكون، يجب أن يكون هناك خط كهرباء محمول على أعمدة يسمى العازل. هذه العوازل المخصصة للجهد العالي مصنوعة من البوليمر أو السيراميك أو الزجاج، والأكثر أهمية هو أن المادة وشكلها تجعلها ناقلات سيئة للكهرباء، وسيصنع الشابان عوازل منزلية ويختبرانها بجهد عال من الكهرباء. الغراء جاهز، هيا بنا. تعمل العوازل الاحترافية بهذه الأشكال بشكل أفضل، لأن لها شكلا تجد الكهرباء صعوبة في الانتقال عبره، وخاصة في الجو الرطب. بدأ التحدي يا ريتش، من هو الذي صنع المقاومة الكبرى؟ هيا يا جيف، تفحصها. على اليسار مجموعة جوني من الصفائح، وعلى اليمين كأس بلاستيكية من صنع ريتشارد. 30 كيلو فولتا، هذا جهد كبير. 90 كيلو فولت، سيبقى الشابان بعيدين خلف شاشة أمان. 170. رأيت هذا؟ وقعت كأسي، ما الجهد الآن؟ 190. حسناً، ما الذي يستطيع جوني فعله؟ أفضل عازل، يمكنه تحمل نصف مليون فولت، كيف سيبلي جوني؟ أوه، هزمت كأسي. هذا جيد. وكان ذلك بأحد عشر كيلو فولتاً. نعم، سأمنحك بنساً لكل فولت. نجحت أطباق جوني لأن فيها مساحة سطح أكبر مثل العازل الحقيقي. انضموا إلى ريتشارد وجوني في الحلقة القادمة لمعرفة الحقائق المذهلة. سوف أطوي الورقة. هذا مربك. 4 كيلوات من الطاقة، هذا يعني كمية قليلة. استمر في السحب، استمر في السحب، استمر في السحب، واقطع هنا.